في أجواء الميلاد المجيد وتحت عنوان ميلادك صلاة، قدمت الفنانة حلا نقرور ريسيتال ميلادي على مسرح المركز الثقافي بمدينة طرطوس بحضور رجال الدين المسيحي وفعاليات أهلية. تضمن الريسيتال مجموعة من الأغاني الميلادية والوطنية برفقة الموزع الموسيقي شادي الصايغ. المسيح يولد بهالأيام المباركة مع ولادة سوريا من كل حزن إلى قيامة مباركة، ينعاد على كل شعبنا الرحمة لأرواح شهدائنا اللي الحقيقة لولاهم نحن اليوم ما منعيد ما منعيد ولا منعرف طعم الفرح. رسالتنا موسيقية وميلادية، حبينا يكون أول لقاء لنا بطرطوس بهالمحافظة يلي فعلا ضحت وقدمت كتير لسوريا. ميلادك صلاة، رسالة سلام وأحياء لأعياد سورية وإعطاؤها البهجة وخلق أجواء الفرح بين الناس، رسالة موجهة إلى العالم مفادها أن سوريا ستتعافى وسيعود الفرح لكل أرجائها بتضحيات جيشنا العربي السوري.